لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه سلسلة دروس مختصرة في الحج وأعماله. أقول مستعينا بالله عز وجل إن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس فريضة الحج، فهي ركن من أركان الإسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلله عليكم أيها الناس أن تحجوا بيته، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. قالوا: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر في الحديث: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال: وأن تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولقد قال الله تعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهل هذا الحج على الفور أم على التراخي؟ بمعنى: إذا استطعت الحج هل يلزمني في نفس العام أن أحج، أو يجوز تأجيله؟ على قولين لأهل العلم: القول الأول أنه يجب عليك إن استطعت أن تحج، للآية المذكورة: من استطاع إليه سبيلا. ومن العلماء من قال إن هذا الوجوب على التراخي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حج أول ما فرض الحج، بل أرسل عليا بعد أبي بكر يؤذنان في الناس ببراءة، وحج في العام الذي بعد ذلك عليه الصلاة والسلام، حج في العام الذي بعد ذلك صلوات الله وسلامه عليه. هذا مستند لمن قالوا إن الحج كان على التراخي. ولعل مجيبا أن يجيب قائلا: إنه لم يكن تيسر للنبي أن يحج في العام الذي فرض فيه الحج، فيلزمنا أن نقول إنه كان مستطيعا ولم يحج، حتى نثبت أن الحج على التراخي، والله أعلم. أعود مذكرا بفضل الحج. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج يهدم ما قبله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ففضل الحج عظيم، والأموال التي تنفق فيها تنفق لاكتساب حسنات، فالأجر على قدر النفقة، كما قد بين النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لعائشة رضي الله عنها: أجرك
على قدر نفقتك، إذ قال لعائشة رضي الله عنها: أجرك على قدر نصبك، أي على قدر التعب، فالأجر على قدر المشقة وعلى قدر النفقة كذلك. هذا، وليعلم أن الحج لا يستطيع أن يكفر الحقوق المتعلقة بالعباد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فالدين لأنه حق للعباد، الحج لا يقوى على مغفرته، فجدير بالناس ومن ثم أن يتحللوا من المظالم. لا يظن ظن أنه يظلم العباد ويحج، والحج يكفر عنه ظلمه للعباد، ألا فليتفطن لذلك. ومن أراد الحج عليه بالآتي ذكره: أولا أن يخلص النوايا لله، يحج لوجه الله، ثم لإقامة الركن الخامس من أركان الإسلام، سامعا مطيعا لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعليك يا مريد الحج بالإخلاص، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلذا لزم أن تحسن النوايا وأن تصلح النوايا لله عز وجل. ثم عليك يا مريد الحج أن تحج بمال حلال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا تسرق وتحج بالمال المسروق، ولا تحج ليقال عنك حاج الحج فلان، إنما اكتسب المال الحلال الطيب وحج به، فإن الله قال: إنما يتقبل الله من المتقين، هكذا قال الله تعالى في كتابه الكريم. فاجمع من المال الحلال ما تحج به، وكما قال القائل في شأن أقوام يحجون من المال المحرم وبالمال المحرم: أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدقي. فلا تسرق أموال الناس تحج بها، ولا تحج من أموال الربا التي أذن الله بحرب من أكلها، لا تحج إلا بمال حلال طيب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عليك وقد جمعت من المال الحلال وجمعت النية الصالحة في القلب أن تتزود لسفرك بالزاد اللازم له، وقد قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقد ورد سند مرسل هو في الصحيح لكن علّ بالإرسال، أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون، أي لا يأخذون الزاد الكافية لهم في أسفارهم، ويقولون: نحن المتوكلون، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فقال تعالى: وتزودوا، ثم أشار إلى زاد هو خير، فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فعلى مريد الحج أن يتزود بالزاد الطيب الحلال مع النية الصالحة الحلال، وعليه أن يتحلل من مظالم العباد، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من يأتي يوم القيامة صلاة وزكاة وصيام وحج، يأتي شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له عند أخيه مظلمة
فليتحلل منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وقال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والحديث سمعتموه: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار تقصون مظالم كانت بينهم في الدنيا. فعليك أن تتحلل من المظالم، وإن كان لك شيء يوصى فيه فأوصي ولا توصي بشيء محرم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ فكان ابن عمر لا تمر عليه ليلة إلا ووصيته مكتوبة وموضوعة تحت رأسه رضي الله تعالى عنه. فأوصي بالوصايا التي تحتاج إليها، وعليك بالرفقة الصالحة، وذلك لأن الجليس الصالح إما أن يحذيك كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. فعليك بالصديق الصالح يذكرك إذا غفلت، ويعينك إذا ذكرت، ويستر عليك إذا ظهرت منك سوءة، ويثني عليك ويرشدك إذا احتاج المقام إلى ثناء لتشجيعك. عليك بالرفقة الصالحة، وابتعد عن الرفقة الشريرة الفاسدة. عليك كذلك ومع الرفقة الصالحة ومع النية الصالحة ومع المال الحلال الطيب، عليك أن تتفقه كيف تحج، تعرف كيف ستحج. فهي عبادة يتلبس بها الشخص ينبغي أن يعلم عنها ما يخصها حتى يعبد الله على بصيرة. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اترك لأهلك النفقة التي يحتاجون إليها أثناء سفرك، فإنك مسؤول عن رعيتك. وكفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته. هذه بعض الأمور التي ينبغي أن تراعى في السفر: مال طيب، نية صالحة، تحلل من المظالم، نفقة وزاد للسفر، صحبة صالحة، علم وفقه للمسألة التي أنت مقدم عليها، وصايا إن احتاج الأمر إلى وصية، ترك المال اللازم لأهلك حتى لا يضيع من بعدك. هكذا إن كانت ثم مظلمة معنوية فأديها أيضا، كقطع الأرحام وغير ذلك من تلك المظالم. هذا. ولتستعن بالله، ولتخرج متجها إلى بيت الله الحرام، هنالك المواقيت ولها وللمواقيت أحكام، وثم مواقيت مكانية ومواقيت زمنية يأتي الحديث عليها إن شاء الله في مجلس لاحق. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا